المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو عن مشاركة القوات المسلحة لأسر الشهداء لاحتفال بعيد الفطر. شهدنا البطل، مصر دايما فكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم، دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر، وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوقه المجدعة والرجولة، سبحان الله، زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي، وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 والله، وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي أنت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا، ونورتونا وتشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك ان حضرتك ما نسيتنيش ليا. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعم المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جدا جدا إن دايما فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، وما الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الاصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر، يعني هو المحرك الاساسي لكل الوطن، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله إن شاء الله يعني زخرا للوطن. وأنا عندي استعداد يعني أقدم نفسي أولا قبل قوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجة يعني غالية علينا جدا. السلام عليكم. كان كويس، إنسان محترم، كان يعني الحمد لله أدب الدنيا، عمره ما زعلني، هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، حتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ،
قال لي يا ترى لو شاش دي هتتقابل تاني؟ لو ما اتقابلناش انت الدكتوره ملك محمود. بنشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحه برضو على طول بيقولنا وبيسالوا علينا، الناس محترمه والله بيعملوا احسن منك. كان نفسي اشوف بابا بس ما شفتوش. كل سنه وانت طيب يا ريس، اشكرك انك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. انا بشكرك يا سعاده الرئيس الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. ما احمد يشرف في اي مكان يعني، حقيقي احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابة اشكر سيادة الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها يعني. فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار. بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكايه غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الامان. فتحيه وجبه لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايله جميل ولادها، لان مصر ما بتنساش شهيد.